بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا نعتذر على طول الانقطاع لأغراض صحية، لكن جينا مع سويت الدرس المتابعة الزمنية تطور جملة كمية. كنا توقفنا عند جدول التقدم وقراءته، كنا فتنا على القوانين اللازمة اللي لازم كل واحد يعرفها باش قد يخدم كل تمارين المتابعة الزمنية. واليوم نكملوا ما تبقى مع العلاقات المطلوبة في تمارين المتابعة الزمنية. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، المتابعة الزمنية تابع، وهاد لابارتي تخص العلاقات. العلاقات تجي كأسئلة في كاين سؤال الأول في التمارين قد يكون حول المعادلات والثنائيات، بعض التعريفات، سؤال قد يجي حول جدول التقدم، ثم بعد ذلك نفوت مباشرة نحو العلاقات. ويقول لك مثلا، مثال الأول، عبر عن كتلة بي في اللحظات بدلالة كتلة بي في اللحظة زيرو بيتا جرون تام بي والإكس. العلاقات كاين نوعان، كاين علاقات أولا ذات إكس شمعنتها؟ معنتها علاقة تحتوي على الإكس، معنتها تحتوي على التقدم. كي ندير العلاقة يكون فيها التقدم إكس داخل فيها. وكاين علاقات بدون إكس، حنا نبدو بذات إكس موراها نفوتو العلاقات بدون إكس. باش تقدر أي علاقة تحتاج جوج صوالح. حاجة الأولى قراءة جدول التقدم، جدول التقدم حاجة الزوجة تحتاج فيها القوانين اللي قريناهم اللي يخصوا كمية المادة. غادي نسيو نجاوبو على هاد السؤال. عبر عن ام بي في اللحظة تي بداية ام بي في اللحظة زيرو بيتا كرونت ام بي والاكس. غادي نقولو نروحو نقرو من جدول التقدم على واش غيهضر على البي. رانا نشوفو ام بي دونك نروحو نقرو البي من جدول التقدم. نقولو من جدول التقدم لدينا ان بي في اللحظة تي تساوي ان بي في اللحظة زيرو ناقص بيتا اكس، حيث اننا نخدمو بالمعادلة التالية: الفا ا زائد بيتا بي تعطينا سيجما سي زائد تيتا دي، نفس المعادلة اللي خدمنا بها جدول التقدم، حيث الفا بيتا سيجما وتيتا معاملات ستوكيومترية، بينما أ و بي هي متفاعلات و سي و دي هي نواتج. رانا قرينا البي من جدول التقدم، رانا نشوفو ان بي تساوي ان بي في الزيرو ناقص بيتا اكس. كما هنا هو مطلوب منا الكتلة، رانا نشوفو بلي راهم طالبين الكتلة تاع بي، ام تاع بي، الكتلة تاع بي لا ماس. الور هنا رانا في كمية المادة، بما ان جدول التقدم يعطينا دائما كمية المادة. باش نروحو كمية المادة للكتلة اللي قلنا القانون، اللي قلنا حاجة زوجة القانون. شو القانون اللي يربط ما بين ان و ام، ما بين كمية المادة والكتلة نعرفوه كاع، اللي هو ان ايغال بوتي تام على غرون تام. طري بيان،
احنا غادي نعطيكم من استوس رابيد باش مباشرة من كمية المادة اذا طلبت الكتلة، كمية المادة اللي يعطيها لنا جدول التقدم، باش نروحو للكتلة ديراكتومون. رانا نشوفو باللي لو كان نكتبو ان نضربوها في جرون تام، نطيحو في الكتلة ام، اذا نكتبو هذه كيما راها، هذه العبارة اللي يعطيها لنا جدول التقدم، نضربوها كلية في جرون تام تاع بي. عفوا عفوا عفوا. اذا قلنا احنا غادي نكونوا في كميه الماده وغادي نروحوا نحو الكتله، نضربوا العباره كومبلي في جرون تام، العباره اللي عطاها لنا جدول التقدم نضربوها في جرون تام. او كون جو نشوفوا ان بي لحظاتي مضروبه في جرون تام بي، غادي تعطينا الكتله تاع بي في اللحظاتي تساوي، غادي نشوفو هنا تاني كمية المادة تاع بي في اللحظة زيرو مضروبة في الكرون تام تاع بي، تاني هي عطينا كتلة تاع، غادي تعطينا كتلة تاع بي في اللحظة زيرو، كتلة تاع بي في اللحظة زيرو ناقص ناقص ناقص. إذا هذه بيتا إكس كي تنضرب في كرون تام بي ما غادي تعطينا والو، دونك غادي تقعد كيما راها بيتا إكس كرون تام بي. فوالا، هاي العلاقة المطلوبة، عبر عن ام بي، في اللحظة تي بدلالة ام بي في اللحظة زيرو بيتا اللي هو عدد اكس و جرون تام بي. هذه فيما يخص من تكون في كمية المادة اللي يعطيها لك جدول التقدم وتبغي تروح مباشرة نحو الكتلة، من كمية المادة نحو الكتلة تضرب في جرون تام وتهني راسك باش تروح فيها رابيدمون. دروك لو كان نكونو مثلا في هذا المثال، مثال ثاني، عبر عن تركيز ا في اللحظة تي بدلالة تركيز ا في اللحظة زيرو الفا اكس و فيتو ا و في توتال. غادي نجيو نشوفو هادي تاني، توجور جدول التقدم، نقرو منها الحاجة اللي رانا محتاجينها، رانا محتاجين نقرو الـ A، إيبا نقرو الـ A، إن A في اللحظة تي تساوي إن A في اللحظة زيرو ناقص ألفا إكس، نجيبو حاجة زوجة قانون اللي يربط ما بين كمية المادة والتركيز اللي راه مطلوب. نعرفو بلي ان تساوي سي في، معناتها سي واش تسوى؟ تسوى ان قسمة في. معناتها لو كان نجي هنا عند الان تاع ا ونقسمها على في توتال، بصح ما عنديش الدروا نقسم غير هادي على في توتال، ما عنديش الدروا نقسم غير ان ا على في توتال، اوبليجي نقسم هادو تاني على في توتال. نقسم تاني هذا على في توتال وهذا على في توتال، اش غادي يعطيني؟ غادي تعطيني تركيز تاع ا في اللحظة تي، بما ان رانا في كمية المادة تاع ا في اللحظة تي على في توتال، تسمى كمية المادة على في توتال تعطينا التركيز، تاع من تاع ا وين تاع في اللحظة تي تساوي، نكملو ان اف زيرو على في توتال تعطينا التركيز تاع ا في الزيرو ناقص الفا اكس على في توتال، تقعد كيما راها ورانا عبرنا على التركيز تاع ا في اللحظة تي بدلالة التركيز تاع ا في اللحظة زيرو و الفا و اكس و في توتال. الوغ تعلمنا زوج صوالح، الحاجة الأولى جدول التقدم يعطينا غير كمية المادة، باش ندوها حاجة الأولى نحو تركيز قسمة على في توتال، باش نردوها كتلة نضربو في جرونت وكملنا. الله، هذه لابارتي الأولى، أوبليجي عليك تعرفها، كمية المادة باش تديها للتركيز قسم على في توتال كاع المعادلة اللي يعطيها لك جدول التقدم، وكمية المادة اللي يعطيها لك تاني جدول التقدم باش تردها كتلة ضرب
قال المعادلة في جرون تام وراك كملت العلاقة تاعك تخرج مباشرة. دروك موراها فورس راني نعرفو واش نديرو بين هاد العلاقات، بصح دروك إلي قلنا نكونسونطرو ونركزو أكثر حول العلاقات هذه كي نديرو نخرجوها. مثال آخر، مثلا عبر عن فيدي في اللحظات بدلالة في ام تيتا و اكس. دائما نروحو لجدول تقدم، نقرو دي من جدول تقدم تعطينا ان دي في اللحظات من جدول تقدم تساوي تيتا اكس. هذه مرانا جايبينها من جدول التقدم. من بعد خصنا نجيبو قانون، الو رانا نشوفو بلي رانا باغيين نعبرو على في دي، علما ان دي غاز راه في المعطيات، علما ان دي غاز راه بداية في ام. هي نورمالمون غي تشوف في ام تعرف بلي هنا نورمالمون تجيب القانون في غاز على في مولار، تجيب القانون ان تساوي في غاز على في مولار. بيان، في على في ام، في على في ام، هذا كيما حنا نقولو له نقولو قانون ناشف، شغل ما يعبر على تا غاز. حنا اللي قلنا نردوه يعبر على الغاز اللي عندنا في التفاعل، عندنا الغاز هو دي، معناتها تجيك ان دي تساوي في دي. كي نقول ان دي في اللحظه تي تبعها في دي في اللحظه تي، لان في ام غير متغير، هو عباره عن ثابت والذي يساوي 22.4 ولا او 24 لتر بار مول. لتر بار مول انا نشوفو بلي ان دي في اللحظه تي، شوف معايا هنا ان دي في اللحظه تي تساوي في دي على في ام، وان دي في اللحظه تي تساوي تيتا اكس، معناتها في دي على في ام تساوي تيتا اكس. ان دي تسوى هادي وان دي تسوى هادي، معناتها هادي تسوى هادي، نحطوها على جي ونكتبو بلي في دي تي على vm تساوي تيتا اكس، ونخرجو عبر عن vd، عبر عن vd معناتها خصنا نخرجو vd واش يسوى vd تي شا تسوى، تسوى تيتا اكس، تيتا اكس مضروبة في vm، ورانا كملنا العلاقة تاعنا. مثال آخر هذه عاودو كونسونطرو معاها مليح، عاودو كونسونطرو معاها مليح. نعاودو نقول لكم بلي ان دي تسوى تيتا اكس و ان دي تسوى في دي على في ام، معنتها في دي على في ام تسوى تيتا اكس، هذه من المنطق. نزيدو نشوفو مثال اخر، عبر عن بي سي في اللحظة تي بدلالة سيجما إكس آر تي في. الله هنا كي تشوف بي سي، علما أن سي غاز، كي تشوف بي معناتها بريسيون، معناتها الضغط، معناتها راك تهدر على الضغط. نروحو نقرو واش خصنا من جدول تقدم، خصنا سي، نقروه قال ان سي في اللحظه تي من جدول تقدم غادي يعطينا سيغما اكس. لبها كنا نقولوا بلي قراءه جدول تقدم مهمه جدا باش تخرج العلاقات. الان من جدول التقدم ان سي في اللحظه تي تساوي سيغما اكس، ونروحو نجيبو القانون. انا نشوفو بلي بي بدلاله سيغما اكس، سيغما هنا معامل ستوكيومتري، جماعة هنا سيغما معامل ستوكيومتري، معامل ستوكيومتري، ما تروحولناش للنقلية، النقلية ما كان مدخلها، النقلية مازال ما خدمو عليها، خدمو عليها في تمرين مباشرة. سيغما اكس ار تي في، على راك تشوف بلي ار تي في باينة بلي القانون اللي غادي تجيبه هو بي في يساوي ان ار تي، مكانش قانون واحد اخر، بي في يساوي ان ار تي. نزوقو شوية، بي سي في تساوي ان سي ار تي، بي سي في اللحظة تي فوا في
تساوي ان سي في اللحظه تي ار تي. دونك نجيو نشوفو هذا في، نعقلو بلي هو حجم الغاز، معنتها حجم الغاز انا دايرينه في حوجله تاع 200 مليليتر تاع 250 مليليتر، معنتها ما يتبدلش، ايغال كونستانت سي تي او ثابت، الار يسوى 831 توجور ثابت، ودرجة الحرارة تاني ما تبدلش، رانا دايرين باغ اكزومبل 28 دوغري سلسيوس. ما تنساش باللي هنا راها بالكلفين، تزيد لها 273 باش تحول للكلفين، معناتها تعطيك 301 كلفين. ألوغ رانا نشوفو، تبع معايا مليح، رانا نشوفو باللي بي سي في تساوي ان سي ار تي، و ان سي تسوى سيغما اكس، معنتها هاد سيغما اكس هادي نقد نجيبها ونعوضها هنا، دونك تعطيني، تبع معايا مليح، تعطيني بي سي تي، بي سي تي فوا في تساوي سيغما اكس ار تي. تبعت معايا مليح، تبعت معايا مليح، هادي هنا كيما راها هنا جبناها وعوضناها هنا. فوالا الور، موراها قالك عبر عن بي سي تي، عبر عن بي سي تي، معناتها نخرجو بي سي تي شتسوا تسوا سيغما اكس ار تي على من؟ على في، ورانا كملنا العلاقة تاعنا. فوالا الله، هذا فيما يخص العلاقات بدون اكس، ذات اكس عفوا، ذات اكس. ما خصنا نروحو نشوفو العلاقات بدون اكس، علاقة بدون اكس، تبع معايا، علاقة بدون اكس غادي نهدروها بطريقة مبسطة، هي علاقتان، علاقتان ذات اكس، نخرج x من علاقة ونعوضها، ونعوضه عفوا، ونعوضه هذا التقدم x اللي خرجناه من العلاقة، نعوضه في علاقة أخرى، في العلاقة الثانية. دوك نفهم أكثر، غادي نقولو مثلا، مثال الأول، عبر عن، عبر عن ام بي في اللحظة تي بدلالة، بدلالة ام بي في اللحظة زيرو بيتا جرونت ام بي تركيز تاع ا في اللحظة تي، تركيز تاع ا في اللحظة زيرو الفا و فيتو تاع الله. هادو خاصنا نعبرو على ام بي بدلالة ام بي زيرو بيتا جراند ام بي اف تي اف زيرو الفا و فيتو تا. باش نقدرو نعبرو عليها، نروحو توجور دائما وابدا الى جدول تقدم ونقرو منه صوالح اللي نحتاجوهم. الوغ غادي نجو نشوفو واش نحتاجو، نحتاجو حاجة الاولى ان نقرو البي باسكو راه كاين البي، ونحتاجو ان نقرو الا باسكو راه كاين الا، دونك غادي نقروهم مع بعض باش ما نعاودوش نولدولهم. من جدول التقدم، من جدول التقدم قال ان بي في اللحظة تي تساوي ان بي في اللحظة زيرو ناقص بيتا اكس، هادي قرينا البي، نروحو نقرو الا تاني من جدول التقدم، ان ا في اللحظة تي تساوي ان ا في اللحظة زيرو ناقص الفا اكس، انا قريناهم من جدول التقدم، ثم كملنا معاه. دروك نروحو ديريكتومون نحو التعبير على صوالح اللي قالوا لنا عليهم. الوغ على سما رانا نشوفو البي راهم باغينها باش، راهم باغينها بالكتلة بالام، بالام راك تشوف راهم باغينها بالام، وهنا راها بكمية المادة، نتفكروا باللي باش نروحو من كمية المادة للكتلة نضربو كل شيء في جرون تام بي. الان عندك ام بي تي في جرونت ام بي تعطيك ام بي تي تساوي ان بي في الزيرو فوا جرونت ام بي تعطيك ام بي في الزيرو
واللي باقي يقعد كيما راه ناقص بيتا اكس جروند ام بي. هذا هنا رانا رديناها بالكتلة، رانا رديناها بالكتلة. شو تبع معايا مليح؟ هادي في هادي هايلة، هادي في هادي هايلة، وهادي في هادي هاي. كملنا موراها عندك كمية المادة راها تاع الأ، خاصنا نردوها تركيز، خاصنا نردوها تركيز. ثم نقسمو على في توتال، نقسمو على في توتال، ونقسمو هذا تاني على في توتال. هتعطينا هنا تركيز تاع أ في اللحظة تي تساوي تركيز تاع أ في اللحظة زيرو ناقص ألفا إكس على في توتال. فوالا راه ما عندنا زوج عبارات، وحده فيها التركيز تاع ا كيما راه مطلوب، وحده فيها كتلة تاع بي كيما راه مطلوب. سما شي اللي قلنا، اللي قلنا نلايمو بيناتهم ونخدمو علاقة وحده. اللي قلنا نلايمو ما بين هاد العبارة مع هاد العبارة، نلايموهم في عبارة وحده، رانا نشوفو بلي بيناتهم حاجة مشتركة اللي هي الاكس. راه هنا هاولا الاكس، وراه هنا اخر خصني نخرجه من وحده، من علاقه من هادو زوج، ونعوضه في العلاقه الزوجه. مين نخرجه وين نعوضه؟ هذا هو السؤال. مين نخرج الاكس وين نعوض الاكس؟ اسكو نخرجه منا نعوضه هنا، ولا اسكو نخرجه منا ونعوضه هنا؟ هنا كون نجي نشوف راه يقول لي عبر عن ام بي تي، معناتها خاصه ام بي تي واش تسوى، خاصه ام بي تي واش تسوى. وهنا راه واجده ام بي تي واش تسوى. تما من الافضل اني ما نخربش في هذه العباره ونخليها كيما راها. هنا نخرج منا الاكس ونعوضه هنا، علاه؟ باسكو قلنا راه قايل لي عبر عن ام بي تي، معناتها ام بي تي تساوي حاجه. داكور، غادي نخرجوا الاكس من العباره الاولى، العباره تاع التركيز، خرج هيب شويه عليك، خرج الاكس تاعك، نشوفوا بلي هادي تولي منا تولي بالموا، وهادي تولي منا بالبلوس، تولي لك الفا اكس على في توتال تساوي تركيز ا في الزيرو ناقص تركيز ا في التي. موراها نزيدو نكملو ونخرجو اكس وحده شي سوا. الى قلنا نقلعو هاد الالفا ونقلعو هاد الفي توتال، معناتها نضربو الطرفين، نضربوهم في في توتال ونقسموهم على الفا، باش في توتال عفوا باش في توتال مع في توتال طير، والفا مع الفا طير. تبع معايا مليح؟ في توتال مع في توتال يطير، والفا مع الفا يطير. تبع معايا؟ تولي لك اكس تساوي، اكس تساوي أو بين قوسين تركيز أ في الزيرو ناقص تركيز أ في التي، بين قوسين مضروبين فاش في في توتال على ألفا. ودروك نجيبو هاد الإكس هذا اللي خرجناه، نعوضوه وين؟ نعوضوه هنا هاي بلاصته. شو تعطينا؟ تعطينا أم بي في التي تساوي ام بي في الزيرو ناقص بيتا اكس، عوض الاكس تاعك شلقيت، هي تركيز ا في الزيرو ناقص تركيز ا في التي مضروبة في في توتال على الفا مضروبة في جروند ام بي، هالعلاقة تاعك المطلوبة. عبر عن ام بي في تي، عبر عن ام بي في تي، ام بي في تي، ام بي في تي بدلالة ام بي في الزيرو بيتا، بيتا جرون تم بي هايلا، هايلا جرون تم بي هايلا. تركيز ا في الزيرو هاولا، تركيز ا في تي هاولا، الفا هايلا، وفي توتال هايلا.
دروك هادي سي وتعاودوها، سي تعاودوها زوج ثلاث خطرات، وراكم تكتبوها اكزاكتومون كي اللي قديروا لها. مازال نزيدوا علاقات اخرى كما مثلا نديرو مثال اخر. عبر عن بي سي تي بدلالة سيجما في ار تي ام ا في تي ام ا في زيرو الفا جرونتام الوغ هادي خصنا نعبرو عليها. توجو نروحو من جدول التقدم، نكتبوها هي الاولى، هي روح من جدول التقدم ونقرو واش خصنا السي وخصنا الأ. راك تبع هاي، خصنا السي وخصنا الأ. نروحو نقروهم من جدول التقدم. نقرو الأ، ان أ في اللحظة تي تساوي ان أ في اللحظة زيرو ناقص الفا اكس. ونقرو السي، ان سي في اللحظة تي تساوي سيجما اكس. الور مول الأ خصها كتلة، معنتها نردوه كتلة، نضربو كل شيء، عفوا نضربو كل شيء في الجرون تام. مول الأ خصها كتلة، نضربو كل شيء في الجرون تام تاع أ. شتولي لنا، تولي لنا كتلة تاع أ في اللحظة تي تساوي كتلة تاع أ في اللحظة زيرو ناقص ألفا إكس جرون تام أ. ومول السي شا خاصه ضغط، معناتها نجيبو له قانون تاع بي في يساوي ان ار تي، بي في يساوي ان ار تي. نزوقوه بالسي، بي سي ان سي لحظة تي. الو راني نشوف بلي ان سي في لحظة تي هي سيجما اكس، معناتها نقدر نجيبها نحطها هنا، تعطيني بي سي تي فوا في تساوي سيجما اكس ار تي. راني نشوف ها هما العلاقتين، هادي فيها الاكس وهادي فيها الاكس، خاصني نخرج اكس من وحدة ونعوضها في الاخرى. تفكر باللي قبيله اش قلنا باللي عبر عن بي سي تي، معناتها هنا بي سي تي راها قريب خارجه، راها مضروبه غير في الفيس. ما لو كان خرجوها اش غادي تولي لنا؟ تبع معايا تولي لنا بي سي تي تساوي سيجما اكس ار تي على في، تسمى راها خارجه بي سي. خاصنا نخرجوا الاكس من هاد العباره، هنا هاد الاكس هذا خاصنا نخرجوه، نعوضوه وين؟ نعوضوه هنا. الوغ خرج معايا تو اكس من هاد العباره، تعطينا الفا اكس غرون تام ا. غادي نديروها هي تدريجيا، تساوي ام ا في اللحظة زيرو ناقص ام ا في اللحظة تي. تبع معايا مليح، نجمع اللي عندهم بعض الصعوبات في الرياضيات. هادي تولي من الجهة الأخرى تولي بالبلوس، وهادي تولي من هاد الجهة تولي بالمو. راك تبع، والام ا في الزيرو هاي في بلاصتها قعدت بالبلوس، ونخرجو الاكس تاعنا تساوي، معنتها نقسمو على الفا غرون تام ا جوج دروات باش طير. تعطينا ام ا في اللحظة زيرو ناقص ام ا في اللحظة تي مقسوم ما على الفا غرون تام ا. الله هاد الاكس هادي شنديرو لها؟ نجيبوها ونعوضوها، هاي بلاصتها اكس. تسمى تعطينا فيناليتي بي سي تي تساوي سيجما مضروبة في ام ا في الزيرو، عفوا ام ا في الزيرو ناقص ام ا في التي، ناقص ام ا في التي مضروبة في الار مضروبة في التي على الفا ام ا فوا في. الله هادي كي نعوضوها هنا غادي تجي فيها كسر، معناتها مادا بينا نخلو البسط الفوق ونديرو المقام تحتها باش جينا الفا ام ا
مضروبة في الفي، شغل ضرب في المقلوب، باش نخرجو ديريكتومون في عبارة بي سي بطريقة واضحة وصحيحة. فوالا، معليش نزيدو مثال آخر والأخير، مثال آخر والأخير. وهاد الأمثلة هادو جينيرالمون خدمناهم مع التلاميذ تاعنا بريس كيفهم، وتبعونا مليح، فهموا مليح، قات عليكم انتوما اذا تبعونا غادي تفهموا، لو ما تبعوناش ودو بريفيرونس تولي مارش اريير وتقرا جدول تقدم وتقرا قوانين لازمه وتبع مام الدرس الاول اللي يحكي على التعريفات، لانه درس يتمشى مع بعض. عندكم لا شونس وين تقدروا تعاودوا تفرجوا نيمبورت كال فيديو نيمبورت كال مومون، بروفيتو الا اللي ما بغاش يخدم، الا اللي ما بغاش يخدم. الور اخر مثال يقول عبر عن في دي تي بدلالة في ام تيتا. تركيز تاع بي في اللحظة تي، تركيز تاع بي في اللحظة زيرو، بيتا في توتا. فوالا، انا عبر عن في دي تي بدلالة في ام تيتا، تركيز تاع بي في اللحظة تي، تركيز تاع بي في اللحظة زيرو، بيتا و في توتا. هاد الصوالح لي يليق يكونو في العبارة تاعنا. دائما وابدا من جدول التقدم، من جدول التقدم. الوغ نروحو نقرو واش خاصنا، خاصنا دي و البي، نقروه من جدول التقدم. قال ان دي في اللحظة تي تساوي تيتا اكس من جدول التقدم، وعندنا البي ان بي في اللحظة تي تساوي ان بي في اللحظة زيرو ناقص بيتا اكس، دائما من جدول التقدم. الوغ مول بي ردوه تركيز، نعرفو بلي بها ردوه تركيز نقسمو على في توتال غوش دروات، معناتها نقسمو تو الموند على في توتال، تولي لنا تركيز تاع بي في اللحظة تي تساوي تركيز تاع بي في اللحظة زيرو ناقص بيتا اكس على في توتال. والان دي رانا نشوفو بلي خاصه في دي في ام، معناتها قانون اللي نجيبوه هو ان تساوي في غاز على في مولار، ونزوقوه بالغاز تاعنا اللي هو دي، ان دي في دي. هنا اللحظة تي وهنا تاني تبعها اللحظة تي. الور عندك ان دي في اللحظة تي تساوي تيتا اكس، و ان دي في اللحظة تي تساوي في دي على في ام، معناتها تيتا اكس هي في دي على في ام. نحطوها تيتا اكس تساوي في دي تي على في ام، ونخرجو في دي تي شات سوا تيتا اكس في ام. هو شنو راه باغي؟ هو راه باغي يعبر على، هنا كنت تبع مليح السؤال، عبر عن في دي تي بدلالة في ام تيتا. نجي نشوف في دي تي بدلالة في ام راها هنا، تيتا راها هنا، بينما التركيز تاع بي ما راهش في تي، ما راهش في الزيرو، بيتا ما كانش، وفي توتال ما كانش. علاش راه في بلاصتهم؟ راه في بلاصتهم الاكس، معناتها خاص الاكس يروح ويشوف في بلاصته بي تي، بي زيرو، بيتا وفي توتال. نخرجو الاكس منا ونعوضوه هنا، ورانا كملنا العبارة تاعنا. تبع معايا كي غادي نخرجوه، ونقيسو توجور هذا منا وهذا منا، هذا منا يولي بالبلوس، معناتها بيتا اكس على في توتال تساوي تركيز تاع بي في الزيرو ناقص تركيز تاع بي في التي. نخوو الاكس، معناتها نضربو كلشي في في توتال على بيتا. شو تقعد لي؟ تقعد لي اكس تساوي تركيز تاع بي في الزيرو ناقص تركيز تاع بي في التي، الكل مضروب في في توتال مقسوم على بيتا. هذا نجيبه كيما راه، هاد الاكس هذا نعوضه وين؟ نعوضه هنا، هاهي بلاصة الاكس، وتعطيني معليش كتبها هنا، تعطيني في النهاية في دي تي تساوي تيتا مضروبة في تركيز تاع بي في تي في الزيرو عفوا ناقص تركيز تاع بي في تي مضروبة في توتال مقسومة على بيتا، ومضروبة في منزاج في ام اللي راها حدا الاكس
ونكونو كملنا العبارة تاعنا. فوالا، رانا سنينا نمدوكم بعض الأمثلة، سنينا نمدوكم بعض الطرق، بعض التقنيات اللي تقدروا تخدموا بهم، كيما باش تغير مباشرة من كمية المادة اللي يعطيها لك جدول التقدم نحو التركيز، أنك تقسم على في توتال، وباش تحول مباشرة من كمية المادة اللي يعطيها لك جدول التقدم نحو الكتلة، أنك تضرب في جرون تام، باش تروح مباشرة. ألور لا طلب حاجة أخرى من غير تركيز ولا كتلة، معنتها يطلب الضغط ولا يطلب الحجم. خاصك شو دير؟ تجيب القانون، تجيب القانون نورمال وتطبق طريقة اللي شناها باش تخرج العلاقة تاعك. علاقة دات اكس وعلاقة بدون اكس، قلنا علاقة دات اكس سي حاجة سهلة، انك تقرا من جدول التقدم وتطبق القانون وفقط، بينما علاقات بدون اكس معناتها هي علاقتين ذات اكس، تخرج اكس من وحده وتعوضها في العلاقه الثانيه. من تخرجه وين تعوضه؟ رانا عطيناكم اون بتيت استوس، تبع شكون اللي راك باغي تعبر عليه، شكون هو اللي راك باغي تعبر عليه. كيما كي يقول لك عبر عن في دي، ما تروحش تخرب في في دي وتخرج منها الاكس وتعوضه في العباره الزوجه، باسكو غادي تطول. سي با فو، بس غادي تطول، غادي تدي لك بزاف وقت. بينما لو كان تخلي الفي دي كيما راها وتخرج الاكس من عبارة الزوجة وتعوضه، سا سرا بوكو بلو رابيد، غادي تكون بسرعة كبيرة، وهكا يكفيك الوقت باش تكمل الموضوع تاعك تاع البكالوريا، لأننا نخدمو على البكالوريا. وغادي تشوفوا هذه الأسئلة كي غادي تكون في التمارين، لأنها راها قادمة إن شاء الله. إن شاء الله هاد لا سيمين غادي نسيو نكملو الدرس ونكملو لي زيكزارسيس، نديرو او موان دو تروا زيكزارسيس باش تعرفوا الحل المفصل كي يكون داير. بالإضافة إلى هذا، ماذا بكم اللي ما شافش لي فيديو الأول يشوفهم، لأنهم مهمين جدا باش تقدر تفهم هاد لا فيديو تاع اليوم. لو كان تبدا مثلا مباشرة من هذا الفيديو، الا اذا كان عندك ديجا دي باز، كنت ديجا تعرف، الا كنت ديجا تعرف غادي تقد تفهم، سينو ما غادي تفهم والو. دونك ماذا بيك تعاود تولي مارش ارياج وتقرا، تشوف فيديو الاولى، فيديو الزوجة، فيديو الثالثة، نورمالمون هذا فيديو الرابع، فيديو الخامس غادي يكون فيه الفائدة من هاد العلاقات، شنديرو بهم، علاقات ذات اكس، علاقة بدون اكس، شنديرو بهم. غادي يكون كاين زمن نصف التفاعل، غادي يكون كاين السرعات، غادي يكون كاين العوامل الحركية المؤثرة على سرعة التفاعل. وبهذا نكونو كملنا درس المتابعة الزمنية تطور جملة كيميائية. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، غادي نسيو نديرو بسرعة، نسيو نوجدوه رابيدمون. تمنيتنا لكم بالنجاح. الى فيديو قادم، وما تنسوش بارتاجو. مرسي، السلام عليكم.